عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. جيتكم فيديو جديد بعنوان مثير وغريب. العنوان ديال هذا الفيديو هو امتحانات البكالوريا ستجرى بعشرة ديال التلامذ فقط في كل قاعة، يعني كل قاعة غادي يكون فيها فقط عشرة ديال التلامذ. دائما هذا الفيديو تحت رعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، بقاو معي. إذا مصدر هذه المعلومة هو السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب بتاريخ 18 ماي 2020، اللي كان اليوم. إذا غادي نتعرفوا على كيفاش هذه القضية ديال 10 ديال التلاميذ كل قاع. إذا هنا سنفهم الأمر بالتدقيق. إذا كما هو معلوم بأن الوزارة ستعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية باش دوز هذا الامتحان، أنها غادي تعقم جميع مرافق مراكز الامتحان عدة مرات، وغادي توفر الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة. غالبا ما في الباب ديال المؤسسة غادي يكونوا كيقيسوا الحرارة بهذه الأجهزة، وكذلك غادي تعمل على احترام التباعد الاجتماعي واستعمال بعض المنشآت الرياضية. يعني ممكن أن الوزارة تعتمد منشآت أخرى غير المدارس، يعني منشآت رياضية، باش تخفف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات، باش ما يكونش عدد التلاميذ والمترشحين بزاف في كل مركز ديال الامتحان، حيث لن يتعدى عدد المترشحين، دائما حسب تصريح الوزير، لن يتعدى عدد المترشحين بكل قاعة 10 أشخاص أو تلاميذ بالنسبة لامتحانات البكالوريا. بالنسبة لامتحان ديال البكالوريا، كل قاعة أو كل قسم غادي يكون فقط 10 ديال التلاميذ، والتوزيع ديالهم غادي يكون بهذا الشكل. شوفوا معايا، هنا عندنا 4 ديال الصفوف، 4 ديال الصفوف، نورمالمون كل صف فيه 5 ديال التلاميذ، 5 5 5 5. نورمالمون كان كيكون في الحالة العادية 20 تلميذ في كل قاعة، هذا العام غادي يتم التقليص ديالهم للنصف، حيث أنه غادي تكون الطبلة الأولى فيها تلميذ، الطبلة اللي وراه ما غيكونش فيها، الطبلة اللي وراه غادي يكون فيها، الطبلة اللي وراه نو، إلى غير ذلك، طبلة أه طبلة لا. وهنا كاين تباعد، لاحظ ما بين هاد التلميذ هذا وهاد التلميذ هذا كاين تباعد ديال المترين على الأقل، وما بين هاد التلميذ هذا وهاد التلميذ هذا كاين واحد المسافة ديال الأمان اللي هي تاهي كبيرة. إذا هكذا الوزارة غادي توزع التلاميذ على القاعات في جميع مراكز الامتحان، وأتكلم على امتحانات البكالوريا دائما. هذه المعلومة صرح بها السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، بمجلس النواب اليوم. هادشي اللي كان في هذا الفيديو. في الأخير أشكركم على المتابعة، نلقاكم فيديو جديد إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمد البخاري على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.